بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع الصمت. الصمت هو عدم الكلام والثرثرة. الصمت حكمة وقوة وعقلانية واتزان. الصمت يساعد جسم الإنسان والدماغ على الاسترخاء والتركيز وانخفاض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، فيصبح الإنسان أكثر قدرة على التركيز. يجب الصمت وعدم الكلام في القال والقيل الذي لا فائدة ولا قيمة منه، وما حرمه الله مثل الغيبة والنميمة والفساد والخلاعة والشتم. قال عليه السلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. الصمت يقي الإنسان من الوقوع في الخطأ، وليعلم أن لديه ملكان يسجلان كل ما ينطق. الصمت عند الغضب من حسن الأخلاق، وهو أن لا تغضب وتمسك يدك عن العنف والإيذاء. قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الصمت إنه من شيم الأقوياء والأتقياء، فتكسب رضا الله عز وجل. قال علي بن طالب كرم الله وجهه: إذا تم العقل نقص الكلام. وقال: بكثرة الصمت تكون الهيبة. يفضل الصمت عند الغضب، لأنه عند الغضب يخرج كلام مؤذي وفاحش، يخرج كلام بدون تفكير وإرادة، وإذا الكلام خرج من الفم لا تستطيع إعادته. وعند زوال الغضب تندم على ما نطقت به، لأنه ربما يكون كلام قاسي لا تستطيع محوه بالاعتذار. إن الصمت ليس ضعفاً ولا صفة سلبية. عند الغضب والشهوة الشيطان يتحكم بالإنسان، فعلى الإنسان قهر الشيطان وإذلاله وإضعاف كيده بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه السلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. وقال عليه السلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.